مرحبا بكم يا أعزائي، قد اشتقت لكم. إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ نعم، كانت الهند، واليوم سنسافر إلى دولة جديدة اسمها سوريا، المعروفة أنها دولة فيها آثار من العصر القديم. عندي فضول يا ترى، ما هي الآثار الموجودة هناك؟ هل لديكم فضول أيضا؟ إذن هل نسافر إلى سوريا مباشرة؟ هذا علم سوريا. هناك الكثير من آثار العصر القديم متبقية في سوريا. هذه صورة منطقة اسمها بصرة، هناك مسرح روماني كبير جداً، يبدو أنه ضخم جداً، لنرى الناس بشكل صغير هكذا، أليس كذلك؟ هذه صورة مدينة اسمها حماء، واو، إنها جميلة جداً. هناك طاحونتان في اليسار، هل نراهما عن قرب؟ نعم، نراهما في الجانب، وهما كبيرتان، شكلهما رائع. هذه صورة سوق في مدينة اسمها حلب، إن الإكسسوارات متنوعة وجميلة جداً. آخر صورة هي صورة قلعة في مدينة حلب، واو، أسوارها عالية جداً وضخمة. واليوم سنرسم هذه القلعة معاً، هل أنتم مستعدون؟ سنركز على الجزء العلوي في الرسم. أولاً سنرسم قلعة كبيرة بالوسط، ثم نرسم قلاعاً صغيرة بجانبيها. الآن انظروا فقط. رسمنا الجزء الأمامي والجانبي للقلعة، وقلعة أخرى موجودة في الوراء بشكل بسيط. الآن هيا جربوا. الآن نرسم بشكل تفصيلي.
نرسم الشبابيك والأبواب في القلعة. نمسح الآن الخطوط التي رسمناها بشكل خفيف. ولونوا أنتم يا أعزائي كما تحبون. قد اكتمل كل شيء. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ قد رسمت الجزء العلوي للقلعة فقط. أما أنتم فيمكنكم تخيل شكل القلعة الكامل وترسمونها. أتمنى أن ترسموا كلكم بشكل مختلف ليكون رسمكم رائعاً وخاصاً بكم. نعم، إذن نتقابل في المحاضرة القادمة. مع السلامة.